تعب 24 على 7 يعني بعد ما تطلع روحي يا دبور الطلعة يعني غير جو شوية مرتاح غير مودي يا اخي صدفة هذه طلعة انها تكون بيوم الجمعة راشد وراجع للمول بعد كل هذه الغيبة تجي تطلعني منه يا اخي طيرت الهيبة ترى انا عندي ام واخت انا ما تحرش بنت يا اخي مو كل شباب هالوقت اخلاقهم خيبة للامل ولا تحسب انه كل اصابيعك سوى لا تخلي غيري عم علي لا تفض قوة you will never find the guilty following this mean cause whenever you be threatened you pretend you never seen المتوسطين ادخلهم التلمنون يعني على راسهم ريشة ما يمشي القانون اتمنى هذه المهزلة تنحل باقرب فرصة خلوا هذه الشباب تتونس كافي لسبوها قصة